مقر الأمم المتحدة أجرى أمس الأمين العام الأممي بان كي مون ووزير الشؤون الخارجية والتعاون سعد الدين العثماني مباحثات تمحورت حول قضية الصحراء والوضع في سوريا. وقدم السيد العثماني بهذه المناسبة لمحة عامة عن التطورات الأخيرة في قضية الصحراء المغربية، بما في ذلك إعداد التقرير الأخير والمصادقة على القرار 2444 لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، وكذا تقييم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام الأممي كريستوفر روس، معربا عن انشغالات المغرب حول مضمون هذا التقرير ومحاولات تشويه ولاية بعثة المينرس والعقبات التي تعيق عملية التفاوض، مؤكدا على مواصلة المشاورات بشأن هذا التقييم. وفيما يتعلق بالموضوع السوري، أشار السيد العثماني إلى أن الأمين العام الأممي نوه بدعم المملكة لجهود الأمم المتحدة الهادفة إلى وقف العنف في هذا البلد الشقيق والتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة السورية.